قصة تريد أن تختم فيها؟ نعم، تكمل لهذه القصة. شاب يا شيخ، شاب في مقتبل العمر كان يلعب كورة، لسه هذه القصة جديدة، كان يلعب كورة وحس قبل الأذان بنص ساعة إنه الأذان حيأذن، قام استأذن وقف، قالوا له باقي على الأذان نص ساعة، قال نص ساعة أنا كل تراب، أبغى أغتسل، تروش، استحمى، أتوضأ وأروح المسجد. فيقولوا يا شيخ، هذا بيقولوا أصحابه، يقول له جاء عند طرف المرعب واتكى على السيارة، حط يده على السيارة كده، شعر بنغزة في صدره، فزعم يا فلان تعال، قال له ايش بقى، قال له شعر بنغزة في صدري، اديني مويه، ابغى مويه. فجابوا له مويه بسرعه، جابوا له كاسه قاره المويه الصحه الصغيره، وحاسل يعني الشاب هذا. شوف قصته في الاخير من لسان والده ووالدته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه، قبل يرفعها على فمه قرور، قبل يرفعها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما كمل القتال، يزوع على كبوت السيارة، نطق الشهادة وآخر كلمة ومات. إيش الشاهد في القصة هذه؟ الشاهد القصة هذا إنه هذا الشاب عريس باقي له شهر بيجهز بيته، وجايبين له تصريح من زوجة أقرب من قريبته من دولة عربية، جايبين له التصريح وفرحان ووحيد أم وأبو. كلموني أجي عنده في البيت عشان أجهزه. دخلت عليه في غرفة وهو بملابسه الرياضية، حتى الشراب ما خلعوا منه. إيش الشاهد في القصة دي؟ والله يا شيخ أقلبه في يدي وأتذكر إنه كان يلعب زي الحصان معزونة، والآن جثة هامدة، وبكرة أنا، وبكرة أنت، وبكرة فلان، فين أدنى هذا؟ وتخش أمه يا شيخ تلطم فيها، تلطم في خدها، واللطم من الجاهلية. الجاهلية، لكن الموقف كان محزن. إيش تقول له؟ تهز تمسكه من حوائجه، تقول له قوم يا فلان، أنت ما أنت ميت، أنت دوبك تاكل. مو مصدقة. تقول له أنت دوبك قاعد تاكل معايا، أنت ما أنت ميت. يعني كل الواقفين اتاثروا بقاله، تخبط فيه، تقول له انت ما انت ميت. يعني كان منظر رهيب. تقول له قوم، عروستك جايه بعد شهر، عفشك جاهز، السياره اللي طلبتها من ابوك جاهزه، فين حلمك؟ كان منظر لا يستطيع تحمله، لكن أسأل الله العظيم أن يكون من أهل الصلاح وبار لوالديه وأن أحسن خاتمته في الدنيا والآخرة. أشكرك شيخ، شكر جزيل على صبر قيامنا في 3 حلقات. يا أخوان، ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا، وهكذا تنتهي. إما تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة تسود وجوه وتبيض وجوه، أو تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب، خرج لأجل الصلاة، كان يقدر يلعب، كان يقدر يطوفها، كان يقدر يأجلها ويأخرها، لكن شوف رحمة الله فيه، شوف آماله وأحلامه، الشهر القادم يتزوج، لكن الموت أقرب. لا تقول أنا بليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة. تظن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس أو طلوعها؟ والله ما في أحد فيني أضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.